عبر الهاتف ومن لندن هذه المرة دكتور كامل حواش الكاتب والخبير في العلاقات الدولية. دكتور كامل أهلا وسهلا بحضرتك. كيف يتعامل الحزبان مع غير الحزبيين، مع غير المنتمين لهم؟ الكتل المتأرجحة كيف يتم التعامل معها؟ في الواقع كما تعلم أن العامل المادي يلعب دورا كبيرا في الانتخابات الأمريكية من ناحية إظهار الحملة إما الديمقراطي أو للجمهوري في أي منطقة، وأن يعمل على أن يقول للناخب إذا صوتت لنا هذا ما ستحصل عليه. الوضع الاقتصادي صعب، والوعود التي يقدمها الحسبان يعني إلى حد ما لن تلبي ما يريده الناخب الغير منتمي لأحد الحزبين، لأن الوضع صعب للجميع. ويظهر أن تقارب التصويت في الوقت الحاضر أو التنبؤات في عديد من الولايات يوضح ذلك، أي أنه ليس هناك برنامج سيجلب بكل قوة من يصوت للحزب أصلا، ومن هو من المستقلين أو من لم يقوموا بإدلاء أصواتهم لحزب معين في كل مرة. فأعتقد أنه في كل ولاية أولا الشخصيات المطروحة، الدعاية الانتخابية ولذلك التمويل، هما من سيفصلان بين من هو من هذا الحزب أو ذاك. واقع الوضع الاقتصادي والمعيشي هو الذي يشكل ربما الجانب الأبرز من اهتمامات كل المصوتين في كل الانتخابات وليست في هذه الانتخابات فقط، لكن من يمكن أن يلقى عليه باللائمة من وجهة نظر الناخب الأمريكي؟ الإدارة الديمقراطية التي هي موجودة في البيت الأبيض وموجودة في الكونغرس بغرفتيه، ولا الواقع الدولي والتغيرات الجيوسياسية هي التي فرضت هذا الواقع على الولايات المتحدة وبالتالي لا يمكن أن تلقى اللائمة بالكامل على الإدارة الأمريكية الحالية؟ نعم، يعني أعود وأقول أنه في أمريكا أولا الناخب ينظر إلى وضعه في ولايته في مدينته بشكل أول، ولذلك إن كان الديمقراطيون مثلا هم من يجلسون في البرلمان منه هو في منطقته هو، فسينظر لهم ويكون أول يعني ردة فعل هي توبيخ الحزب الحاكم إذا كان من يمثله في هذه الولاية. من هو مثلا مع يدعم الجمهوريين وبالذات يريد أن يعود ترامب إلى الحكم عندما تأتي الانتخابات الرئاسية، قد يضغط عليه ويقول أن عليه نصوت للجمهوريين لأنني صوت أيضا لترامب إذا خاض الانتخابات القادمة. فهو كيف يشعر الأمريكي في منطقته؟ وكما تعلم هناك العديد من في مناطق نائية يعني لا يعرفون أكثر من مدينتهم أو حتى ولايتهم بالأكثر، ولذلك سيكون حكمهم مبني على خبرتهم الشخصية بالاقتصاد، المواضيع الخارجية يعني طبعا هم يعرفون عن أوكرانيا وروسيا، ولكن الأماكن الساخنة الأخرى لم تأتي على بالهم في عندما يذهبوا إلى التصويت، بل من هو الذي سيحسن من وضعه، من هو الذي سيرخص سعر البنزين مثلا في المنطقة. لكن معلش دكتور كامل، حضرتك في معرض الإجابة قلت المصوتين للحزب الجمهوري الذين قد يرغبون في إعادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هل هذه هي الشريحة الغالبة؟ هل الجانب الأكبر من المصوتين في الانتخابات المقبلة في انتخابات التجديد النصفي للحزب الجمهوري يذهب هواهم مباشرة إلى الرغبة في استعادة دونالد ترامب من جديد؟ يعني هناك حديث عن ذلك، لأنهم يعني ترامب كان يعد بالنسبة لهم في عندما كان رئيسا كان يعد ويوفي، أما بالنسبة ل يعني خليفته بايدن فلا ينظرون إليه بأنه وفى بما تعهد به بشكل كامل، ولذلك يعني عندما نحدد أن الشخص يذهب للتصويت بالنهاية إن كان جمهوريا ويريد أن يعود ترامب سيؤثر ذلك عليه، أما بالنسبة لمنهم ليسوا من الحزب الجمهوري فأعتقد أنهم يعني ينظرون إلى شكل أبعد قليلا وإلى ما يحصل في الحكم الفيدرالي من الرئيس. يعني بايدن لم يقم بالنسبة للعديد من الأمريكيين، يعني هو يبدو كأنه أضعف مما كان عليه ترامب عندما كان رئيسا، ولكن أيضا أعود وأقول أنهم ينظرون إلى وضعهم في ولاياتهم في مدينتهم بشكل أول،
هل هناك أمن؟ هل يستطيع يعني السلاح أن يحصل عليه بسهولة؟ هل هو مع أو ضد قرار الإجهاض أو عدمه؟ يعني تعود إلى أفكار داخلية متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية بدل أن تكون متعلقة بالتطورات الدولية. يعني مثلا لو كانت الانتخابات الآن في بريطانيا يكون جزء من 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 تفكير الناخب ليس فقط الأمور الداخلية، لأنهم قريبون جدا من الأماكن المكان الساخن في شرق أوروبا بين أوكرانيا وروسيا. أعتقد أن نظرة الأمريكيين يعني محددة أكثر بأماكن تواجده. لكن هو جزء مما يروج له من الحزب الجمهوري هي قضايا أيضا مرتبطة بإدارة الملفات الخارجية وبالإخفاق الدائم في إدارة هذه الملفات، وبأن المشكلة كانت في الإدارة الديمقراطية. يعني حتى هذه القضايا ربما ليست في الواجهة أو في الصدارة لدى القطاع الغالب من المصوتين، لكن هي مادة دائمة للطرح. دكتور كامل. نعم، يعني دائما يسوق كل حزب ما بنظره سيء في الآخر، هو سيتعدى سيتعامل معه ليظهر للناخب أنه إذا انتخبتم من هذا الحزب فأنتم تضمنون أولا وضعا أفضلا داخليا، ولكن تعاونا أقوى لمن هي القوة العظمى في العالم على حسب ما يسوقون نفسهم. وأنه كما تذكر ويذكر المستمعون، يعني عندما كان دونالد ترامب في الحكم كان يقول أمريكا أولا. فهل سيشعرون بكفاية أن من ينتخبوه للكونغرس أو المجلس الشيوخ سيكون يعني أو الهاوس أوف ريبريزنتيفز كما يسمونه، هل سيكون على مقدرة من أن يعيد البوصلة إلى ما يحتاجه الأمريكيون كما كان دونالد ترامب يطرح من مثلا سوق العمال وأنه لن يكون هناك بطالة كبيرة؟ لأن هذا يؤثر على حياتهم اليومية أكثر مما يؤثر بالنسبة لهم بتفكيرهم ما يحصل في مكان بعيد وهو أوكرانيا وروسيا. لكن دكتور كامل، هو ما قيل حتى في ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية الحالية أن الإدارة الديمقراطية تجني ثمرة ما فعله دونالد ترامب وإدارته من طباعة ربما دون غطاء ملائم من الدولار، وبالتالي كانت المشكلة الآنية التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي جزء أساسي منها مرتبط وفق الديمقراطيين بأداء الإدارة الجمهورية. هذه مسألة على المستوى التقني وعلى المستوى الاقتصادي تطرح أمام الناخب الأمريكي، ولا هذه أيضا من بين نقاشات النخبة التي لا علاقة لها كما أشرت للناخب الأمريكي في الولايات البعيدة؟ يعني أعتقد أن ما تفضلت به أنها مدارة تتداول بين النخب هو الأساس، لأنها يعني أن الناخب الأمريكي كما قلت في أماكن نائية عندما يجلس للتفكير بمن يصوت، إما يصوت بطابع تاريخي أنه دائما مثلا كان يصوت للجمهوريين أو يصوت للديمقراطيين، أو يعني هناك ما قد يغير رأيه بسبب الأوضاع الاقتصادية. يعني موضوع طباعة الدولار وغيره بالنسبة له السؤال كيف يؤثر ذلك عليه في حياته اليومية أكثر مما هو متعلق، وهو تعميم كبير يعني ما أقوله، ولكن هكذا نسمع أن الأمريكيين يفكرون هو ما هو بالحاصلة، يعني كيف أتأثر أنا من سياسة الحزب الحاكم حاليا، هل أنا معه أو أنا أريد تغييرا، وهذا يعكس طريقة تصويته في منطقته إلا إذا كان متمسكا بالحزب بطريقة تاريخية دائما يصوت لي. مثلا أنه هناك الحقوق للأمريكي، ربما يعتقد أن الجمهوريين وبالذات خلال وجود ترامب يعني هم من يعكسوا ذلك، السلاح الإجهاض وأمور كهذه، يعني يعتقدون أنها أقرب لهم حتى لو كان الوضع الاقتصادي ليس كما يتمنون أو يريدون. على المستوى المقابل، كيف سيدير الرئيس الأمريكي وكيف ستدير الإدارة الأمريكية دفة الحكم في العامين المقبلين إذا ما كانت الأغلبية في غرفتي الكونغرس للحزب الجمهوري؟ دكتور كامل، يعني هذا دائما يصعب الإدارة. نحن نذكر أن دونالد ترامب مثلا كان يوقع مراسيم رئاسية بشكل مستمر في مواضيع عديدة ليتجاوز ربما في بعض الأحوال طبيعة الاختلاف مع نانسي بلوسي مثلا أو مع إحدى يعني القاعتين كما يسموها في أمريكا. فأعتقد أن هو يفضل أن يكون هناك أغلبية للديمقراطيين طبعا حتى
يمرر القرارات التي يريد أن يمررها، ولكن كما سمعنا التصويت متقارب جدا، وقد تكون الأغلبية ربما فقط يعني من ناحية 50 أو 51 49 بشكل كبير، لأنها استطلاعات الرأي يعني هناك تقارب كبير بين الحزبين في المناطق الهامة. ما مرت به التجربة أو مستوى الممارسة السياسية في الولايات المتحدة في الأعوام الماضية وصولا إلى هذه المرحلة، اقتحام الكابيتول، مستوى التلاسن الكبير، استخدام العنف في أوقات عديدة، محاولة التعدي على نانسي بيلوسي واستهداف زوجها، الحديث حتى عن حديث الرئيس جو بايدن في بنسلفانيا بأن إذا ما فاز الجمهوريون فإن من شأن هذا أن يضعف الديمقراطية. هل العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة في مرحلة مختلفة هي تعيد النظر في بنائها من جديد، ولا هذا تقليب للتربة كما يقولون؟ يعني أعتقد ونعود لأهمية ما يفكر به الناخب أولا على وضعه الشخصي، ثم قد يكون هناك تفكير بأنه إذا أتى الجمهوريون كيف سيؤثر ذلك على الديمقراطية، ولكن بالنهاية هو الوضع الاقتصادي أولا، ويأتي بعده أمور أخرى مثل حماية الديمقراطية مثلا، وكيف يتم التعامل مع ما حصل في الكابيتول، ما هي الإشارات التي تأتي من ذلك. يعني حتى حماية الديمقراطية ليست من أولويات الناخب الأمريكي، لا أعتقد بالشكل الخاص. نعم. يعني طبعا نعود ونقول النخب تفكر أكثر بمسائل مثل هذه، وطبعا هناك من المشكلة في عهد ترامب أنه يعني زرع موضوع أنه لا تصدق كل شيء تسمعونه، يعني ما حسب كابيتول لم يكن بالحجم الذي تتحدثون عنه، لم أثيره أنا، كان هذا من قام به من أراد أن يقوم به وليس بتحريض، فما زال هناك بعض البلبلة. وإلا يعني دونالد ترامب نفسه طبعا خضع لسحب بعض الوثائق التي أخذها سرية، يقال أنه كان يجب أن يحصل عليها، يعني لم أسمعها تذكر في الأيام السابقة يعني سؤال عن كيفية تعامله هو، وإن أتى إلى الحكم كيف سيتعامل مع هذه المسائل الهامة جدا لأي رئيس. ولكن كما تذكر هو ما زال يقول أنه لم يخسر الانتخابات، صحيح. يعني فهذا أيضا يعطي فكرة عن ذلك. دكتور كامل حواش، الكاتب والخبير في العلاقات الدولية، منضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، أشكرك شكرا جزيلا.